بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا يحفظكم جميعا ويسلمكم من هالأزمة، وإن شاء الله يا رب نعود ونلتقي في محاضراتنا كالمعتاد. سوف نبدأ بتصوير المحاضرات. موضوعنا اليوم هو شابتر 4 اللي عنوانه شرودنجر إكويشن إن ون دايمنشن. في هذا الشابتر سوف نفترض مجموعة من المسائل البسيطة المحتوية على 1 إلكترون 1 Dimensional Problem. لكل حالة من هذه الحالات سوف نبدأ بمعادلة الشرودنجر الغير معتمدة على الزمن Time Independent Schrodinger Equation. سوف نقوم بالبحث عن حلولها لنحدد الـ Eigen Functions والـ Eigen Values للphysical system. كما هو معروف الايجن فانكشنز هي اوبساي، الايجن فاليوز هي الطاقه، طبعا في حاله ما يكون الاوبريتور هو الهاملتونيان، والاوبريتور في حاله شرودنجر ايكويشن هو الهاملتونيان. اول مساله سوف نبدا بها للفري بارتيكل. ان ذا فري بارتيكل او فور ا فري بارتيكل في اوف اكس بتساوي صفر. فري بارتيكل معناها انه فري لا يتاثر بقوه، والاف بتساوي ماينس دي في باي دي اكس، حيث V of X كما اتفقنا هي potential energy وليست electric potential. فإذا كانت الـ F بتساوي صفر فإن V بتساوي صفر. Applying the time independent Schrodinger equation، معادلة Schrodinger الغير معتمدة على الزمن التي تكتب minus H بار تربيع عدد 2M second derivative لـ Opsi with respect to X square زائد V of X في الـ Opsi بتساوي E في الـ Opsi. هذه هي معادلة شرودنجر الغير معتمدة على الزمن. معادلة شرودنجر المعتمدة على الزمن بتزيد عنها كالآتي: ماينس اتش بار تربيع عائلة 2M التفاضل الثاني لأوبساي بالنسبة لإكس تربيع زائد في أوف إكس في الأوبساي تساوي اي اتش بار بارشل لبارشل تي للأوبساي. وفصلناها قبل ذلك، أخذنا الجزء بتاع الزمن لحاله وأخذنا الجزء بتاع الموضع لوحده، وحصلنا على هذه المعادلة اللي هي بنسميها Time Independent Schrodinger Equation. فإذا عوضنا عن V بتساوي صفر لأنه موضوعنا هو Free Particle، تصبح المعادلة على الصورة الآتية: Second Derivative لـ Opsi with respect to X square زائد 2ME على H بار تربيع في الـ Opsi بتساوي صفر. إذن وضعنا V بتساوي صفر، وكذلك ضربنا المعادلة في 2M على H بار تربيع بالسالب، وجبنا الصايد هذا على الناحية الثانية، تصبح المعادلة على هذه الصورة. للتبسيط من الممكن أن تكتب على الصورة الآتية: التفاضل الثاني لأوبساي with respect to x square زائد كي تربيع في الأوبساي بتساوي صفر، حيث كي تربيع بتساوي 2 ام اي على اتش بار تربيع، والكي بتساوي سكوير روت ل 2 ام اي على اتش بار تربيع. إذا عوضنا عن الثابت هذا كله 2 ام اي على H بار تربيع بالكي تربيع، تصبح المعادلة second derivative لأوبساي with respect to x square زائد كي تربيع في الأوبساي بيساوي صفر. هذه معادلة حقيقة مشهورة وبتمر معانا في الكلاسيكال ميكانيكس وفي الكوانتم ميكانيكس وفي أكثر من مكان. إذا بنحل مسألة محتوية على simple pendulum أو simple harmonic oscillator وليكن spring، بتمر على الصورة الثانية y double prime، على صورة ثانية اللي هي y double prime زائد أوميجا تربيع في ال y بتساوي صفر. حلها كالآتي: this differential equation has two linearly independent solutions exponential ikx و exponential ناقص ikx. السوليوشن الأول بدنا نسميه أوبساي واحد positive، والسوليوشن الثاني بدنا نسميه أوبساي واحد negative. إذن كلا الحلين هذولا يحقق هذه المعادلة. طبعا ممكن نفحص هل هذه الحلول تحقق المعادلة ولا لا من خلال تفاضل. نمسك حل فيهم ونفاضله مرتين ونعوض في هذه المعادلة، سوف نجد أن هذين الحلين أو هذان الحلان محققان للمعادلة هذه. The general solution is عندما يكون لمعادلة تفاضلية حلين y1 وy2، فإن الحل العام بيكون y بتساوي ay1 زائد by2. فالمعادلة التفاضلية هذه مرة ثانية، هذه المعادلة التفاضلية لها حلين،
exponential IKX و exponential ناقص IKX. فبالتالي الحل العام بده يكون أوبساي، سميناه أوبساي جنرال، بده يساوي A في أوبساي 1 positive زائد B أوبساي 1 negative، اللي هي A exponential IKX زائد B exponential ناقص IKX. ماذا يعني exponential IKX و exponential ناقص IKX؟ لاحظ أن exponential IKX represents a particle moving along the positive x-axis. إذن الحل المشار إليه بالموجب يمثل particle يتحرك باتجاه موجب x-axis، والحل السالب من المؤكد أنه يمثل particle moving along negative x-axis. طبعا free particle معناها أنه free، وبالتالي بإمكانه أن يتحرك يمين أو يسار، وبالتالي كلا الاحتمالين قائمين. الحل العام يحتوي على كلا الاحتمالين، هذا هو الحل العام مرة تانية. A exponential IKX زائد B exponential ناقص IKX. نروح على التالي اللي هي each of the two solutions represents an eigenfunction of the p-operator. كما نعلم أن لكل كمية فيزيائية، كل كمية فيزيائية لها operator. هذا الكلام تحدثنا عليه في شابتر 3 اللي هو postulates of quantum mechanics. p-operator هي h bar على i d by dx. قبل لنحكي على ال b as an operator، نروح على هذه المعادلة اللي هي P as an operator بتأثر على أوبساي سواء الموجب ولا السالب، بتعطيني مقدار ثابت في أوبساي موجب أو سالب. طبعا P is an operator، أوبساي بنسميها eigen function، ألفا بنسميها eigen value، أوبساي مرة تانية eigen function. إذا أخذنا أوبساي الموجبة إذا نأخذ الثابت الموجب وأوبساي الموجبة، إذا أخذنا أوبساي السالبة هان سوف يكون أو سوف نأخذ الثابت السالب وأوبساي السالبة. تعالوا نطبق P as an operator acting on أوبساي الموجبة أو السالبة. P as an operator هي h bar على i d by dx. أوبساي الموجبة أو السالبة هي exponential IKX بالموجب أو بالسالب. إذا أخذنا الموجب هان بنأخذ الموجب هان، وإذا أخذنا السالب هان بنأخذ السالب هان. إذا تعالوا نفاضل، هذا بيطلع تفاضلها زائد أو ناقص IK زائد أو ناقص IK، وهي الأجبار وهي الآي اللي في المقام، والدالة كما هي exponential زائد ناقص IK. معنى ذلك انه النتيجة النهائية بدها تكون كالآتي، هي i مع i زائد او ناقص h bar في الk في أوبساي موجب او سالب. اذا b as an operator اذا اثر على أوبساي بيعطيني h bar في الk في أوبساي، فاذا اثر على أوبساي الموجبة بيعطيني زائد ik في أوبساي الموجبة، اذا اثر على أوبساي السالبة بيعطيني ناقص IK في أوبساي السالبة. إذا باختصار وين الايجن فاليو؟ الايجن فاليو هي زائد أو ناقص h bar في الكي. إذا المومنتم ايجن فاليوز، هي B بتساوي زائد أو ناقص h زائد أو ناقص h bar في الكي، واتفقنا إنه هذه هي الطريقة اللي بنحسب فيها الكميات الفيزيائية. كما اتفقنا إنه أوبساي الويف فانكشن محتوية على كل المعلومات عن الجسيم، كيف بنطلع المعلومات بتاعت الجسيم من خلال أوبساي؟ من خلال الأوبريتورز. ما يقابل هذا في الكلاسيكال ميكانيكس هي X of T، أو بشكل عام R of T اللي هو البوزيشن فيكتور كدالة في الزمن أو الموضع كدالة في الزمن. بس هناك تطليع المعلومات عن الجسيم في الكلاسيكال ميكانيكس بنفاضل اللي بتطلع فيه، بنفاضل مرة تانية تطلع ايه، وهكذا ممكن نحسب المومنتم، ممكن نحسب كاينتيك انرجي بوتنشال انرجي اند سو اون.
لكن في حالة الكوانتم ميكانيكس المسألة شوية مختلفة. أوساي هي الدالة المحتوية على كل المعلومات عن الجسيم، تحسب منها هذه المعلومات من خلال الأوبريتورز. فإذا أثرنا بالأوبريتور بتاع البي على هذه الويف فانكشن بتطلع قيمة البي في الويف فانكشن، إذا كم قيمة البي بي بتساوي زائد أو ناقص اتش بار في الكي. أما زائد اتش بار في الكي، زائد اتش بار في الكي فهي عبارة عن المومنتم لبارتيكل موفينج تو ذا رايت اللي عبرنا عنه قبل شوية بالدالة الموجبة أوبساي الموجب اللي بتساوي اكسبوننشال زائد اي كي اللي هي هذه الدالة تعبر عن بارتيكل ماشي باتجاه بوزيتيف اكس اكسس. كذلك ناقص اي كي هي عبارة عن المومنتم لبارتيكل موفينج تو ذا ليفت. Both states are degenerate in energy. Both states have the same value of E. اتفقنا قبل ذلك ما معنى الديجنرسي. الديجنرسي معناها أكثر من state لهم نفس الطاقة، أكثر من حالة لهم نفس الطاقة. تعالوا نشوف في هذه الحالة احنا عندنا البي كم تساوي هان؟ البي بتساوي زائد أو ناقص اتش بار في الكي. إذن خلينا نربحها، بدنا بي تربيع، كم بتساوي بي تربيع؟ بي تربيع بتساوي كي تربيع اتش بار تربيع. البي تربيع بدها تساوي اتش بار تربيع في الكي تربيع، صحيح؟ طيب قبل شوية فرضنا انه الكي تربيع بتساوي 2 ام اي على اتش بار تربيع. الكي تربيع تساوي 2 ام اي على اتش بار تربيع، معنى ذلك انه الكي تربيع تساوي 2 ام اي على اتش بار تربيع اللي بتساوي بي تربيع على اتش بار تربيع. معناها الاي كم بتساوي؟ ناخذ العلاقتين هذول هيك مع بعض، هذول العلاقتين معناها اي بدها تساوي اتش بار تربيع، اتش بار تربيع كي تربيع على 2 ام. هذه كاينتيك انرجي اونلي، هذه كاينتيك انرجي اونلي سينس في اوف اكس بتساوي هي اي، هي توتال ميكانيكال انرجي. لكن هذه اللي طلعت معنا اللي هي اتش بار تربيع كي تربيع، ولاحظوا اتش بار تربيع كي تربيع هي بي تربيع، بي تربيع على 2 ام اصل هذه العلاقه، صحيح؟ هي كاينتيك انرجي فقط لان في اوف اكس بتساوي صفر في حاله الفري بارتيكل كما اتفقنا. بقي شيء صغير بدنا نحسبه اللي هو probability flux associated with أوبساي بلس ماينس. probability flux هي الجي، إذا بتتذكر مرت معانا في نهاية شابتر 3، في نهاية الشابتر المتعلق بالبوستوليتس أو الكوانتم ميكانيكس أخذنا حاجة اسمها probability flux، وكان موضوعنا كنا بنناقش موضوع اسمه continuity equation. continuity equation واستنتجنا منه شيء انه الـ probability is conserved، وشبهناها كذلك بالـ continuity equation في الـ electromagnetic theory. اذا بدنا نحسب الـ probability flux associated with أوبساي بلس ماينس. الجي بتساوي، سيبونا من البلس ماينس اللي عليها، الجي بتساوي ماينس اي اتش بار على 2 ام اوبساي ستار، سيبونا من البلس ماينس اتفقنا، دي اوبساي باي دي اكس ناقص اوبساي دي باي دي اكس لاوبساي ستار. الان عشان ما نحسبش مرتين بدنا نحط البلس والماينس في المعادله، بتصير جي سواء بلس ولا ماينس بتساوي ماينس اي اتش بار على 2 ام في اوبساي بلس ماينس ستار دي باي دي اكس لاوبساي بلس ماينس، ماينس اوبساي بلس ماينس دي باي دي اكس لاوبساي بلس ماينس ستار. يعني باختصار بدنا نحسب لمعادلتين، تعال نحسب في الاول لاوبساي الموجبه. اذا ماينس اي اتش بار على 2 ام، كم اوبساي الموجبه ستار؟ هي
exponential ناقص ix. طب كم أوساي السالبة؟ star exponential زائد ix. يعني باختصار كتبنا هنا أوساي star أوساي star للموجب والسالب، فعكسنا الإشارة فكانت exponential ناقص ix هي أوساي star للموجبة، و exponential ikx هي أوساي star للسالبة. أما دي باي دي اكس لا أوبساي بلس ماينس، الدالة كما هي إكسبوننشال بلس ماينس اي كي اكس في الثابت بلس ماينس اي كي ماينس أوبساي نفسها بلس ماينس إكسبوننشال بلس ماينس اي كي اكس. الدي باي دي اكس لا أوبساي ستار، الدي باي دي اكس لا أوبساي ستار سواء بلس ولا ماينس. اذا بدنا ناخذ الداله هذه هيك، هذه هي اوبساي ستار للموجب والسالب، ناخذ الداله هذه ونفضلها لتطلع هي نفسها في الثابت اللي هو ماينس بلس اي كي، طبعا ماينس بلس لانه اخذنا الستار بتاعها او الكومبلكس كونجوجيت. اذا باختصار بدنا نيجي على القوس من هان لهان ونقول اكسبوننشال ناقص او ماينس بلس اي كي اكس واكسبوننشال بلس ماينس اي كي اكس هذول بروحوا مع بعض، يبقى زائد ناقص اي كي هنا، والناقص اللي هنا بتيجي على الاشارتين اللي هنا بتعكسهم بتخليها برضو زائد ناقص اي كي. الداله هذه مع الداله هذه واحد، بصير عندنا هنا بين قوسين زائد ناقص 2 اي كي زائد ناقص 2 اي كي. طبعا الناقص اللي هان الحين هي طلعت زائد ناقص 2 اي كي، راحت الاثنين مع الاثنين، راحت الاثنين مع الاثنين مزبوط. وهنا اتش بار كي على ام، السبب انه الاي مع الاي اعطتني اشارة سالب، راحت اشارة السالب اللي هان، صفت اتش بار كي على ام. قبل شوية طلعت معانا h bar k هي b، b على m، وكما هو معلوم عنا ال b بتساوي mv، إذن ال b على m هي ال v، يبقى الflux أو probability flux. بالمناسبة ال probability flux تشبه إلى حد كبير ال current density. The flux is equal to the velocity of the particle and flows to the right for أوبساي الموجبة and to the left for أوبساي السالبة. إذا طلع معانا the probability flux هو V، و the probability flux للدالة السالبة هو ناقص V. إذا باختصار the probability flux هي the velocity of the particle ويسري باتجاه اليمين في حالة أوبساي الموجبة وإلى اليسار في حالة أوبساي السالبة. نكتفي بهذا القدر في المحاضرة الأولى، وبإذن الله تعالى سيكون موضوعنا في المحاضرة القادمة scattering from one-dimensional barriers. نستودعكم الله والسلام عليكم.